إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا مصطفى لا محزون. صديقنا وزميلنا مصطفى إنابي توفي إلى رحمة الله، ندعو الله أن يرحمه. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعشان كده دفعة إناوي قررت إن احنا نعمل صدقة جارية تكون باسم مصطفى، وده رقم فودافون كاش اللي تقدر تبعت عليه. الفلوس كلها هتتجمع وهتوهب لبناء مسجد في أرض كان جده وهبها لبناء مسجد، بس كان متوقف أعمال البناء فيه. فبابا قرر إن شاء الله إن هو هيبدأ في بناء المسجد بالصدقة الجارية اللي هتبقى متجمعة عن طريق الرقم ده في فودافون كاش، وهيبقى اسمه الصحابة علشان كلنا شاركنا في العمل ده. فضلا يا جماعة، أي حد يقدر يتبرع بأي مبلغ مهما كان صغير، من أول جنيه لغاية 100 يتبرع بيه، هيفيد وهيفرق وهيكون صدقة جارية ليك وعلى روح مصطفى الله يرحمه حبيبنا. وفي الآخر إن لله وإنا إليه راجعون.